بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بوجه كلمة لإخواتنا المسيحيين، بقول لهم البقاء لله. تمام، مش المسيحيين بس، المسيحيين والمسلمين ومصر كلها. تمام، لأن الإرهاب ما بيفرقش ما بين مسلم وما بين مسيحي. تمام، الإرهاب مهما حصل إن شاء الله مصر هتنتصر على الإرهاب وعلى الإرهابيين، وهينكمش ويندحر وقبلت بمشيئة الله. تمام، بمعونة ربنا، وربنا يسترها على الناس كلها. بنوجه العزاء طبعا لاخواتنا المسيحيين كلهم، ان احنا كشعب مصري احنا كلنا نسيج واحد، وطول عمرنا المسيحيين والمسلمين احنا اخوات، ما فيش تفرقة بيننا في اي حاجة. وطبعا الموضوع ده جاي في وقت عصيب جدا 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 لهدف ضرب مصر. هو الموضوع مش مسيحيين ومسلمين، وطبعا هم عايزين يعملوا فتنة بس مش قادرين يعملوا فتنة، ولا هيوصلوا عمرهم ان هم يقدروا يعملوا فتنة باي نسبة. بس هو الموضوع ده جاي عشان مؤتمر الشباب، وعشان الزيارات بتاعة الرئيس اللي في كل مكان، والدنيا شغالة والله، ومصر بخير وهتفضل بخير. والارهاب ده طبعا عمره ما هيكون ليه وجود اصلا على ارض مصر. بصراحه ما اعرفش هم عملوا كده ليه اصلا، مش عارف ازاي اقول لهم نفس ان هم يعملوا كده. مفيش فرق بيننا بين المسلمين وبين المسيحيين، احنا الاثنين واحد، واحنا الاثنين من نفس الرب، واحنا الاثنين مفيش فرق بيننا خالص، ومتساويين في كل حاجه. انا نفسي اعرف هم ليه عملوا كده اصلا. وانا لو كنت مكان، لو في واحد من اصحابي موجودين هناك كنت هتضايق قوي، ومتضايق لسه اصلا بسبب اللي عملوه. وما اعرفش ليه عملوا كده، حتى في اطفال صغيره ماتت واتعورت، وهم اصلا ما لهمش اي ذنب، يعني ذنبهم ان هم طلعوا مسيحيين. بس رابين اقول لهم اتق الله، الاسلام دين سلام ودين محبه ودين موده، ودعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الاشياء. واعلموا بان القران الكريم صريح، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير حق فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وهذه الايات القرانيه اكبر دليل على ذلك. نقول لهم اتق الله، ضع في اعتبارك ان هذا الذي قتلته هو اخوك او ابن عمك او غير ذلك، وما كان ابدا ان تفعل هكذا. من اجل ماذا؟ من اجل الماديات، وهذه الماديات. واعلم بان الحق سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. واقول لهم اخر ايه في القران الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعليكم ان تتقوا الله سبحانه وتعالى، وان تبتعدوا عن هذه الافكار الشيطانيه التي تغضب الله وتغضب رسول الله. والمسيحيين او الاقباط بمعنى صح هم نسيج واحد مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا في كذا وصيه. اولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اذى ذميا فقد اذاني. وايضا واعلم بان هناك حديث اخر: من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه. فهذه هي الاشياء التي يجب علينا ان نتقي الله. واعلم بانهم اقرب الناس موده، كما قال الحق عز وجل في كتابه العزيز: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. الذين قالوا انا نصارى، الذين قالوا انا نصارى. لما؟ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشهيدين. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل نفس فاقتل قبطي او مسلم او غير ذلك، وانا لله وانا اليه راجعون.